أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حل الدولتين، معتبرا أنه يجعل من الصعب إيجاد مسار لمفاوضات جادة لحل القضية. كما وجه أوباما في مقابلة صحفية إلى نتنياهو أيضا انتقادات بسبب تصريحاته عن تصويت فلسطيني 48، لافتا إلى أن الصدع العميق في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لن ينتهي قريبا. في هذه الأثناء اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين صعدوا إلى صحن الصخرة بطريقة استفزازية، وقام حراس المسجد المبارك بالتصدي لهذه المحاولات ومنعهم من الصعود. وفي الشأن الداخلي، أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد مجددا موقف الحركة بالتمسك بالوحدة الوطنية وسعيها لترسيخ الشراكة في القرار السياسي. وجدد هنية خلال مؤتمر صحفي عقد من منزل مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين في ذكرى استشهاده موقف الحركة كخيار استراتيجي للتحرير وطرد المحتلين والعودة إلى الديار، مشددا أن المقاومة هي وسيلة حماس الثابتة لتحرير فلسطين. تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا لمركبة حكومية وهي تحمل اسمنت ومواد بناء في صندوقها من أمام إحدى الفيلات في أحد الأحياء الراقية برام الله. وفي تعقيبه على ذلك، أكد مدير عام النقل الحكومي محمد الحلاق صحة الصورة والشكوى، موضحا أنها تتبع أحد المسؤولين في الرئاسة وهي مصروفة له بعهدة شخصية، لكنه أكد أنه لا يجوز له استخدامها لأغراض خاصة. في موضوع آخر، نظمت الحملة النسوية والعمالية اليسارية اليوم وقفة أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، مطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 1450 شيكل، حيث كانت الحكومة أصدرته قبل نحو عامين وبقي دون تطبيق فعلي. ندرك طبيعة الظروف والضغوط التي تتعرض لها والأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، ولكن أيضا يجب إنصاف العامل بتحقيق مبدأ الحد الأدنى للأجور. لا يمكن أن تبقى الطبقة العاملة والعمال الفلسطينيين يأنون تحت خط الفقر ويبتعدوا كثيرا عن الحد الأدنى للأجور. نختم الموجز مع حالة الطقس. فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد الاثنين غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.تي في. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.